السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بفتح الرينو النهاردة خد مني وقت كتير. ليه خد مني وقت كتير؟ لأن في بلاجنز كتيرة متسطبة. طيب خلينا نروح من تولز اوبشن ونشوف البلاجنز دي ونوقف عشان لما نفتحه بعد كده ما ناخدش الوقت دوت. ففعلا هتلاقي في بلاجنز كتيرة متسطبة هنا، تقدر ان انت تشيل من علامة انيبول الحاجة اللي انت مش عايزها. تمام، في طبعا حاجات خاصة بالاستيراد والتصدير والحاجات دي يعني لو انت في حاجة مستخدمهاش كتير ممكن انت تشيلها، لكن انا بالنسبة لي مثلا اعتقد اكتر حاجة اليومن وانا مش هستخدمه دلوقتي او مش محتاج ان انا اعمل رندر بيه دلوقتي فهشيله، وهكذا. لو في حاجة حسيت انها بتاخد وقت في الفتح دي اللي هبدأ اشيلها. انا بالنسبة لي الجلوس هو بستخدمه كتير فمش هشيله، لو حد ما بيستخدموش يقدر ان هو يشيله. طيب لو انت عايز تطب بلاجن تقدر تقول له انستول وتبدا تسطب اللي انت عايزه. عندنا الاسكيب، انا دلوقتي مش عايز اعمل رندر مش هتفرق معايا، ده مش محتاجه برضه. الحاجات دي كنت بسطبها او كنت بسطب مثلا البرنامج فبينزل معاه البلاجن في كل البرامج اللي موجوده هنا. تمام، فاقدر ان انا اقول له لا ما تفتحهاش بحيث ان هو ما يتقلش عليا وهو بيفتح. تمام، لو انت بتستخدمها ما تشغلش، لو انت عايز تعمل رندر خلاص ما تشغلش الحاجات ديت. يعني على سبيل المثال ده بلجن خاص مثلا بنوع معين من الماوس، وده النوع ده مش عندي غالي شويه فخلاص هشيله بحيث ان هو ما يتقلش الجهاز. كلايمت ستوديو انا مش محتاجه دلوقتي خلاص تشيله، وهكذا. فتقدر تحذف الحاجات اللي انت مش عايزها. لو في حاجة انت مش عارف بتاعت ايه بلاش يعني اعمل سيرش عليها وشوف انت ممكن تكون محتاجها ولا لا. اقول له اوكي خلاص، لما تيجي تقفل الراين وتفتحه تاني هياخد وقت اقل. هو بيفتح بيبدأ يقولك اسم البلاجن اللي بيتحمل، فلو في بلاجن لقيته بيطول وانت مستخدموش ممكن تقفله بنفس الطريقة ديت.